الكاستينغ فيه وفيه وماشي كلشي كيقنع لجنة التحكيم. بعض المشاركين قدموا عروض اللي خلات نورا وكريم ومسلم يضحكوا من خاطرهم، والبداية مع هذا المشارك. أهلا وسهلا وألف مرحبا بالمشاهدين، اليوم وبالتحديد والآن مع الأمسية الكروية التي تجمع ما بين فريقين كبيرين، فريق نادي برشلونة ونادي ريال مدريد. شنو بغيتي تكون، مذيع في الميكرو في شي راديو ولا التلفازة؟ تقريبا في كل شيء، كل شيء في أي كل شيء في التلفازة. ما يمكنش تكون كل شيء حاجة واحدة. أنا كان حبيب في التلفازة، لك تلفزيون في الراديو. أما هاد الشاب فمنين دخل قاعة الكاستينغ اعتبر نفسه باللي كاين فوق التراب الهندي. نشوفوا جميع العرض وحتى رد فعل اللجنة. اوكي مراد، برافو مراد خان. شكرا لك. وخصوصا في الغناء كان الحظ شبه غائب عند بعض المشاركين. ما كانت نوي الفراق وها حسبتو غير زواق، تمها ما كافيا شي وهي ما باغيا شي، ماضي معاك عذاب وانا حسبتو غير كتاب، شنت بقى فيك كتقولي كان بغيك. دابا كيفاش تقدر تصنف هاد الغنيه اللي غنيتي؟ شمن شمن ستيل هذا؟ ريمبي جميله. اذا انا خايت ريمبي ديال الرومانسيه. مرس الحب فين مشيتي او فين غبتي علينا علي. اتي تغنيتي صعيبه ولدي هادي باش تغنيها، صعيبه. غني شي حاجه اللي تغنيها وعرف انت تي سيور دو توا، تكون انت تكون سيور دو توا باش تغنيها.